يقول السائل: خرجت لأداء عمرة على والدتي من التنعيم، ولما كنت في الطواف من يوم الجمعة لم أستطع لمرضي بالقلب، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك انك تؤدي العمره، انت لما احرمت لزمتك العمره، فاحرامك باق عليك الى الان، عليك ان تبادر وتطوف وتسعى وتقصر من راسك وتكمل العمره. نعم. يقول السائل، يوضح السؤال، يقول: قد تحلل بعد هذا ما تحلل، ولو تحلل الاحرام باق عليه، ما يتحلل إلا إذا أدى المناسك، يعيد الملابس، يعيد ملابس الإحرام، يعيدها عليه كما كانت ويؤدي العمرة. عليه شيء لأنه جاهل، بس يبادر بإعادة ملابس الإحرام، يتجنب محظورات الإحرام ويؤدي العمرة. نعم.